أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة تفاصيل القرعة التي سترحل بنا إلى منافسات العصبة عصبة الأبطال الإفريقية، وسنتابع لا شك الظهور بالنسبة للفرق الوطنية فريق الوداد الرياضي وفريق الرجاء الرياضي، إذ أن منتخب المغرب يصل إلى نصف نهائي كأس العالم كوني أول فريق أفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي. يشعر الاتحاد الأفريقي بالفخر ويقدم حر التهاني لملك المغرب الملك محمد السادس والمجتمع المغربي ولكل شخص مغربي في العالم على البهجة التي حلت بنا في موسم الأعياد وحتى نهاية العام. نبدأ الآن. الإناء أربعة، لدينا المريخ من السودان وفايبرز وسافيتا، سنرى من سيحتل المركز ألف أربعة من المجموعة ألف، فيتا من الكونغو، تونسبورت من الكاميرون، فايبرز من أوغندا، المريخ من السودان، تسعين الهلال، الهلال من السودان، وصولا على ألقاب والبطولات في السودان، سيمبا وهو يضاف إلى فايبرز وهو من نزداد من الجزائر، وسنضم إلى المريخ في المجموعة دال في المريخ. أتلتيكو بتروليوس، أنا أنتظر رد فعل. ماميلودي سانداونز، ماميلودي سان داونز في الحرية، حرية هو من غينيا، الزمالك، نادي الزمالك الرياضي من مصر، الوداد وهو حامل اللقب من الدار البيضاء، الأهلي، نادي الأهلي الرياضي، الرجاء من المغرب 3 مرات، وأخيرا لدينا الترجي أو أسبيرانس في المجموعة دال. والآن نستكمل القرعة والسحب لليوم وننظر إلى كل المجموعات فرق، وسنبدأ بالمجموعة ألف لاختيار المركز ألف أربعة. سحب الكرة وعرض اسم الفريق على الشاشة، إيلوي لوبوبو. حسنا، إذا سان لوبوبو من الكونغو، هو أحد الفرق الثلاث من الكونغو في المجموعة ألف في المركز مجموعة ألف. موتيما بيمبي، هل ممكن أن أرى ديسي موتيما بيمبي من الكونغو هو الفريق الثاني. نادي الأصفر، الأصفر من المغرب سيكون بالمجموعة ديم بالمركز ديم أربعة. اس ريال دي باماكو من مالي المجموعة دال المركز دال أربعة. يونغ أفريكانز الثاني من المجموعات، فسنرى إذا كان فريق الكونغولي. لدينا هنا مارومو غالانس من جنوب أفريقيا والمنتصر من تونس، ديابلو نوار، ديابلو نواس فروم كو اسكو دكورا، اسكو دكورا من توغو. ان المجموعه الثالثه مجموعه ستكون قويه، ولو ان هنالك فريق اسكو دكورا الفريق الذي يشارك لاول مره، لكن هنالك الفيوتشر المصري مشاركه مهمه جدا لفريق الجيش الملكي في المجموعه الثالثه. USM من الجزائر، أسك ميموسا من كوت ديفوار، بيراميد اف سي، بيراميدز اف سي
بيراميدز اف سي من مصر سينضم الى المجموعه ج في المركز الاول. تيبي مازيمبي بالطبع تيبي مازيمبي في المجموعة دال تنافسية كبيرة إذن ستكون بالنسبة لفريق الجيش الملكي رفقة فريق الفيوتشر المصري وأيضا البيراميدز فريق من مصر وفريق يشارك لأول مرة في هذه المنافسات فريق أسكو ديكارا من أطوغو. إذن الجيش الملكي في المجموعة الثالثة كامل التوفيق بالنسبة لهذه المشاركة المغربية في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية. لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا أشاد بالمجهودات التي قدمها اللاعب الدولي عز الدين أوناحي في المباراة التي جمعت المغرب بإسبانيا. عاد اليوم ريكاردو كاكا مدرب منتخب البرتغال ليعجب بلاعب أوناحي صاحب 22 سنة. لفت أنظار كاكا بالأداء الذي قدمه مع الفريق الوطني ضد البرتغال بعدما حضر بقوة في وسط الميدان الفريق الوطني وتلاعب بكل قوة لاعبين البرتغاليين.